صناعة الجلود في الجزائر تعرف قفزة نوعية بفضل التسهيلات والتشجيع الذي تحظى به من قبل الدولة. هذا الشاب صاحب مؤسسة متخصصة في صناعة الحقائب اليدوية. بفضل التكنولوجيا المتطورة التي أدخلها على هذه الصناعة، أصبح منتوجه مطلوبا حتى في بعض الدول الإفريقية. برودويها تاعنا بفضل المعارض وبفضل لي زيفانمون اللي راهي تقوم بها الدوله، رانا نشاركوا فيهم. يعني هما نخلوا حتى معرض، احنا شاركنا في معرض خارج الوطن مثل ايطاليا والبرتغال، حتى في فرنسا ثاني قمنا بمعرض تما، ودول افريقيه مثل موريتانيا والسنغال اللي تلقينا يعني اعجاب الزبائن خارج الوطن في دول افريقيه ودول اوروبيه، وتلقينا مام عروض من دول افريقيه باش نقوموا بعمليه التصدير. صناعه الاحذيه هي الاخرى تشهد تطورا بفضل الجوده والوفره، لكن بعض المنتجين يشتكون صعوبه الحصول على المواد الاوليه. جوده يعني تحسنت 100% على الماضي، راها ما شاء الله قابله حتى للتصدير. حنا خص التسهيلات التامه في الاستيراد تاع المواد الاوليه اللي يستحقوها، وكاين مواد اوليه اللي تنتج في البلاد ما عندنا حتى مشكل فيها. ولضمان توفير الماده الاوليه محليا، اضحى لزاما الاهتمام بالجلود التي توفرها الثروه الحيوانيه وتثمينها وفق خبراء. كاين بزاف المربين تاعنا هذيك الجلود ديالهم ماهمش يهتموا بها بالقدر الكافي من الصوف من الوبر، بوكو بليس الجلود لي بالا نتمنوها ونديروها في الانتاج الوطني تاعنا. اليوم جيتو في هذا المعرض لقينا عندهم البحث عن المواد الاوليه، وحنا عندنا المواد الاوليه، علاش ما نستثمروهاش؟ الاهتمام بشعبه صناعه الجلود من شانه رد الاعتبار للمنتوج المحلي وتوفير مناصب الشغل. هي صناعة تساهم في تخفيف فاتورة الاستيراد ودعم الاقتصاد الوطني خارج المحروقات.